فأقول إن المرأة المسلمة الواجب عليها أن تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة، هذا هو الواجب، فهي ملكة في بيتها. ثانيا، لا يجوز لها أن تفرط في حقوق الزوج والأولاد على حساب أن تجامل صديقاتها. ثالثا، إذا هي خرجت فلا يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها. رابعا، لا بد أن تعلمه بمكان ذهابها. خامسا، إذا خرجت أن يكون خروجها للحاجة بالمعروف، يعني زمن محدود، ما هو تجلس إلى نصف الليل. طيب وحاجة الرجل يحتاج إلى أهله، من يقضيها له وهي برا؟ وسادسا، هؤلاء الأولاد هم مسؤولية الزوج في التربية الداخلية ولا الزوجة؟ الزوجة أولا، الزوج مشارك لا يخلو من المسؤولية، لكن المسؤولية الأولى على الزوجة، لأن شؤون البيت الداخلية عليها ولا يعرفها إلا هي. والرجل يشارك بالتأديب والتربية والنصح والتوجيه والتعليم والتخويف والتهديد إذا احتج إليه، لأنه هو الذي يردع، لكن شؤون البيت إنما هي لهذه المرأة.